يا هلا مرحبا ومساء الخير. راح نتكلم عن مشاكل الشعر وعن مشاكل البشرة. ليش أنا يصير فيني أكزيما حمراء، تخرحات، بشرتي جافة صدفية؟ وراح أتكلم عن الشعر، ليش أنا عندي فراغات وايد قبل يوم كنت صغيرة، ويوم كنت صغير الشعر يتكتكت لهني، الحين قرعوطة ما في، وبعض خواتنا البنات لدرجة ما عندها شعر فتضطر تركب اكستنشن وسعره وايد غالي، والاكستنشن يخرب الشعر ويتلف البصيلات، وبعدها تيبين الشعر لهني تغطين لهني، وهذه مو تسريحتك بس هبيتي بالتسريح هذه عشان تغطين تقرع لفيك. بالحلقة هذه راح نسولف عن كل التفاصيل، خليك معي وخليك معي ونبلش بالموضوع. شعر ولا بشرة؟ نختار الشعر. ركز معي، شوف، اول شيء خلينا نسولف عن التساقط. التساقط في نوعين، في عندنا تساقط وفي عندنا فراقات. يعني لحظة، هذا غير وهذا غير؟ إيه. التساقط قد يكون سوء تغذية جيد، قد يكون أنت تعبت البصيلات 24 ساعة استشوار، شيء طبيعي بتشوفين تساقط لأن الشعر أنت قاعد تسوين فيه كذي، زائد إكستنشن تركيب، هذا يسوي تساقط. بعد في عندنا نقص الحديد، نقص البيت ولف، نقص الفوليك أسد، يسوي تساقط. يسوي تساقط ليش؟ ركز معي. الشعر شنو تبي؟ تبي حديد وتبي أكسجين، جيد. الحديد اذا نقص شنو يصير؟ البصيله ما يوصل لها لا الحديد ولا الاكسجين، فشنو راح يصير بالبصيله؟ راح تضعف وراح تطيح. مع كل استشوار او مشط راح تشوفين شعر كذي تشيلينه وتسوينه كره، اعرف سؤال الحين كره وتقطينه ساعات ما تكونين تكرمين بالزباله. انزين، احنا نبي الحديد يتوفر. اول شغله عشان الحديد والشعره تصير قويه، ايش اللي يزيد كريات الدم الحمراء عندنا؟ ثلاث أشياء ركز عليهم، الحديد وبيت ولف والفوليك أسد، جيد. ولكن مشكلتنا وين بالحديد يا جماعة؟ الحديد صعب امتصاصه، فلازم احنا نقوي حمض المعدة. زين، شلون نقوي حمض المعدة؟ إذا ما عندك أو ما عندك تغرحات، اخذ خلط تفاح العضوي، يعني يب ملعقتين من خلط تفاح العضوي على كوب ماي كذي وحركهم، اشربهم قبل وجبة ثلاث دقائق، هني راح نضمن حمض المعدة يصير قوي. ليش؟ عشان يكسر الحديد، وبعدها يصير عندك كريات دم حمراء وايد، وراح يوصل حق كل اطراف جسمك خصوصا حق البصيلات، بعدها الشعره تصير قويه. خلصنا؟ لا، في شيء ثاني حق الشعر. الحين راح نتكلم عن الفراقات. بالجزء الاول تكلمنا عن التساقط وقلنا، بالجزء الثالث راح نتكلم عن اكسسوارات الشعر. يعني شنو اكسسوارات؟ والله ابي شعرتي تلمع، ابيها كثيفه، ابيها متينه، ابيها لما تلها ما تنقطع، واضح؟ بعدين هذا. زين، نتكلم عن الفراقات. الفراقات عبارة عن ارتفاع بالاندروجين. لحظة بضاري، انا استيعابي بطيء، واذا استيعابك بطيء وبطيء اخذي غذاء ملكات النحل لان فيه الكولين عشان ينشط ذاكرتك. اوكي، هذه معلومة يلا خذها. زين، شنو الفراقات؟ شنو الاندروجين؟ شوفوا، ارتفاع الاندروجين، ايه شنو هذا بضاري؟ ايه شنو؟ لما احنا نخربط او يصير فينا قلق توتر يرتفع عندنا الاندروجين، هذا هرمون صيقة ذكرية قوية. هذه شنو تسوي؟ ركز معي. الاندروجين يا جماعة لا مستقبلات، اوكي، لا مستقبلات، يعني لا مكان، لا قرفة، وين؟ بالبصيلات، هو مع الادرينالين، جيد. فوين يروحون هذول؟ يروحون يقعدون عند البصيلات. شو يسوون بالبصيلة؟ كذي كنا يسوون لها مادة سمية، كنا يسممونها، يسوون عليها بلوك. فلما يجي تي الفيتامينات والمعادن والحديد يبيون حق بصيلة ما يدخلون، فشنو يصير بالشعرة؟ يصير فيها تساقط، فيصير فراغات فراغات، فهذه تطيح ليمها 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 ليمها، عكس التساقط، واضح؟ ساعات يصدف في وحدة تساقط مع فراغات، هني مشكلة لازم نحلهم مشكلتين. انزين، نبي ننزل الاندروجين. اول شيء اكلك يكون صحي، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تعززين الحديد، هذا خالصين منه. رقم اثنين، لازم نكسر الاندروجين. شو اللي يرفع؟ الاكل غير صحي والكورتيزول. شنو يعني كورتيزول؟ انا كله زعلانه، انا كله قلقه، انا كله افكر بشغلات مو زينه، راح يرتفع هذا. نضبط مزاجنا، ناخذ عشبه الروديولا روزيا، هذه تضبط المزاج اذا انت وايد عصبيه. وايضا شنو ناخذ؟ ناخذ البروكلي، ناكل البروكلي. ما تحبين البروكلي، اخذي مكمل اسمه دي اي ام. هذا شنو؟ هذا في مركب. ونكمل موضوعنا المقطع الثاني عن فراغات الشعر. شوفوا، التساقط سهل، موضوع سهل جدا، ولكن الفراغات مشكله. الفراغات هي مع تكيس، تليف، حبوب بالجسم، بعدين بحلقه الجلد راح اسولف عنه، يطلع لك شعر، صوتك يصير خشن كذي، في حده شويه، هذا ارتفاع اندروجين. قلنا دي اي ام شنو يسوي؟ ما يخليه يصعد،
إنزين بقى الفايض من الاندروجين شلون نشيله؟ ناخذ شاي القراص. شوفوا الاستروجين يا جماعة الزايد والإدرينالين لما احنا نعصب يفرز شيء اسمه كورتيزول. وين يروح هذا؟ على الكبد. من اللي نفر الكبد؟ شاي القراص يا جماعة، شاي القراص بالانجليزي نتل اسمه، شاي تحصلونه بكل مكان. هذا يشيل الاستروجين الزايد من الكبد. إنزين وبعد شنو؟ احنا شنو قلنا السبب؟ السبب اكلك مو صحي. ليش؟ شنو في الاكل؟ اوميجا 6. شنو نسوي؟ نوخر عن الزيوت المهدرجة. شنو ندخل بدالها؟ ندخل أوميجا 3. يعني مثلا أنت الحين رحتي مطعم أو عزيمة، شفتي الأكل كله خربان، رايح حق عائلة متبتبين، شو بيحطولك؟ محروق صبعة، مشابيس. فشنو؟ أخذي معاك بجنطتك طنق أوميجا 3 قوتها 1000. أهم شيء يكون DHA والEBA يكونون فوق 250. أوميجا 3 اللفة نطالع DHA EBA من غير ما، سهل جدا. DHA EBA بروح مثلاتهم وراح تلقى ALA مالك شغل فيه. DHA والEBA أهم شيء فوق 250 تأخذين حبة بس. ولكن إذا تخربطين بالأكل لا تأخذين الأوميجا 3 لأنه راح تزيدين الدهون زيادة، راح يصيرون دبل. واضح؟ بعدها أمور تصير زينة مع أكل صحي وتروح منك هذه المشاكل كلها. واضح يا جماعة؟ الحين بالجزء الثالث راح نتكلم عن اكسسوارات الشعر، أبيها سودة، أبيها حمراء، أبيها قوية. يلا بشينا. الحين راح نتكلم عن اكسسوارات الشعر بالجزء الأول والثاني ومفصل بعد، يعني حرام ما شفتهم، لازم ارجع شوفهم. تكلمت عن الفراغات والتساقط. الحين اكسسوارات الشعر، ساعات تشوفين شعرك زين وما في شيء بس ما في لمعة، وساعات تشوفين شعرك 100% وما عنده تساقط ولكن شنو؟ ما في كثافة، خصل صغيرة. وساعات تشوفين الشعر هذا سيدة الباجي متكسر صاير كذي، وساعات الشعرة لها راسين، وساعات الشعرة تكون جافة ما فيها لمعة، وساعات الشعرة لما تقصين تروحين الصالون مثلا تقصين أطرافك وكذي وهذا ما يطول بسرعة يا أخي، رفيشتي بسرعة طال. أنا ليحين قاعدة كذنة ذي القطوة الكبر شعري. الحين راح نتكلم عن اكسسوارات الشعر. أول شغلة راح نتكلم عن الشيب. شوفوا الشيب هذا طبيعي، هذا بجيناتنا، ولكن احنا شو نسوي؟ نحافظ كثر ما نقدر ان الشيب يعني كنا نمسكه ما نخليه يزيد. مثلا يعني انا اللي بعمري شعرهم صار ابيض، انا كبير مو صغير، فشنو قاعد اسوي؟ انا كثر ما اقدر قاعد اقلل الشيب، مو معناته ما عندي، لا عندي، ولكن لو انا مهمل وما اهتم حق السوالف ويا شعري كله يصير ابيض. نبتدي رقم واحد، هو ليش يصير شيب؟ شنو العوامل اللي تزيد الشيب؟ شنو انا اقول لكم، الادرينالين. لحظه بضاري شنو؟ لحظه قلنا شوف، احنا لما نعصب نزعل يفرز كورتيزول من الغده الكظريه فوق الكلتين، يفرز عندنا ماده زين بالجسم مركب. الكورتيزول يا جماعه اذا فرز يفرز مع منو؟ الادرينالين. الادرينالين لا مستقبل بالبصيلات، لا منو مستقبل، يعني لما يروح بالجسم لا مكان، مثلا ما عنده مكان هنا، لا مكان بالبصيلات. شنو يسوي بالبصيله؟ البصيله يا جماعه فيها خلايا جذعيه، الخلايا الجذعيه هذه فيها صبغه الميلانين، عندنا صبغه الميلانين تطلع من الكبد واللي يصبغ الشعر. شو تسوي حق الصبغه؟ تقول لها روحي الله يخليكم بصبغ شعرها صار ابيض بصبغ، واخري الادرينالين لما ونوصل عند المقطع الثاني عن الادرينالين وشيب الشعر. شنو قلنا احنا؟ الشعره يا جماعه هي طبيعه الله خالقها لونها ابيض، كلنا ابيض ايه، ولكن احنا عندنا صبغه الميلانين هي اللي تصبغ الشعره مالتنا. فشنو قلت بالمقطع الاول؟ قلت لما انا اعصب ازعل يفرز شيء اسمه الادرينالين، الادرينالين لا مستقبلات بالشعر، عشان كذي كل واحد كل ما يكبر خلاص الخلايا تتعب، زائد شنو؟ الكورتيزول يفرز عنده. الحين انت يمكن مو همك شيء بس، ولكن بعدين عيالك يكبرون، مسؤوليه تصير، اتحاتي هذا ما رجع، بنتي ما رجعت، انا بسافر، انا بروح مع رفيجاتي، فشوية توتر، فطول الوقت انت عايش بالادرينالين والكورتيزول. فشنو قلنا يسوي؟ يمنع الصبغة، يعني الحين الخلايا الميلينية هاي تصبغ الشعرة، الادرينالين يقعد مكان البصيلة يقول حق الصبغة يلا روحي، فالشعرة هني تصير بيضة مع الأيام مع السنين فتزيد. فشو لازم نسوي؟ نسوي كنترول. هل في أشياء مساعدة؟ اي في، عندنا يا جماعة ناخذ شيء اسمه تربتوفان. تربتوفان شنو يحفز؟ يحفز السيروتونين، وإذا تعب السيردونين مزاج يصير زين والإدرينالين يخف. زين أنا طبيعة جسمي وايد أحاتي، شنو نسوي؟ ناخذ يا جماعة
الأشواغندا أو ناخذ الروديولا روزيا. أنا أفضل هذا. هذا شنو يسوي؟ يعطي مزاجك حلو وأمورك طيبة. إنزين لا أنا أتنرفز على أي شيء، أخذ القصد الهندي. شو يسوي؟ ينزل لنا الكورتيزول. الحين خلصنا من الشيب، واضح؟ والشيء والخلايا الميلينية شنو تحتاج؟ تحتاج النحاس. لا تأخذ مكمل نحاس، لا تأخذ، لأن الجسم يحتاج حبة. أكل مشروم، أكل مأكولات بحرية، ولأن فيها نحاس وزنك. واضح يا جماعة؟ وأهم شيء يكون الكبد 100%. شو نأخذ حق الكبد؟ شاي الغراس أو عشبة حليب الشوك. كذي أنت أمورك 100%. ونروح حق شيء ثاني، حق الشعر. ونكمل عن إكسسوارات الشعر. الحين بنتكلم عن الشعرة تي كذي صايرة، يعني مو مرتبة، لافة، صاير شكلها غير. يعني تعالي يعني تخيلي، سواء شعرك خشن ولا ناعم، أو شعرك أنت عاضة، في كم خصلة أو كم شعرة شكلهم غير، مو مرتاحهم، فش راح تسوي؟ تينج، عرفنا شلون؟ فتقعد بالغرفة كذي شعر، لأنه مو عاجبينك لفتهم. إنزين، هذا نقص شنو هذا؟ نقص الكيراتين. لحظة بضاري، كرياتين؟ لا، كرياتين هذا غير. الكرانتين؟ لا، غير. كرياتينين؟ لا، هذا مال الكلتين. كيراتين؟ إيه كيراتين. يعني نطلب ونروح كذي امازون اير كرات؟ لا لا لا، اصلا لو تشم ريحته في مكمل بس، ولكن راح تكرهها، ريحته زفره. الكيراتين هذا موجود باكلنا، يتحول الى بيوتين. يعني ناخذ بيوتين بضاري؟ تعال بيوتين بالشعر كذي يصير حلو. ناخذ بيوتين. بيوتين شنو يسوي يا جماعه؟ اي شخص عنده مشاكل بالامعاء جسمه ما راح يصنع له البيوتين. فشنو؟ إذا أمعائك مو مضبوطة، ضبط أمعائك وكثف من برا بيوتين. ولكن إذا تأخذ بيوتين لازم يكون سائل، أفضل يصير امتصاصه قوي، واشرب وياه ماي وايد. بعدها راح تشوف حتى أظافرك، في بعض الناس أظافرهم كذي صايرة، يعني كذي مقوصة مكسرة. نقص البيوتين. عرفنا شلون يا جماعة؟ لا تأخذ الكيراتين، لا تأخذه، لأن ريحته زفرة ويك عوار بالبطن وما شنو. أكل أكلك العادي، جسمك يحول، الله يعطي العافية. ولكن أهم شيء أمعائك تكون زينة. دخل بكتيريا نافعة حق امعائك، اكل اكل صحي، اكل لمدة 15 يوم مثلا او 5 ايام، اكل على البخار عشان نضمن البطن يصير 100%. اخذ انزيمات هاضمة ودخل شنو؟ بس زين، ودخل البيوتين. واضح؟ راح تشوف الشعر 100%. ونروحك شيء ثاني، يلا مشينا. ونكمل موضوعنا عن اكسسوارات الشعر. هذا الموضوع مهم، راح يهم البنات اكثر من الشباب. لا موضوع مهم. شعري ما يطول انا. شلون يعني ما يطول شعري؟ قصة ما يطول. خلنا ناخذ مثال سارة ولطيفة. سارة رفيجات يقصون شعورهم، ايش رايك نسوي ستايل جديد؟ يلا صيف تون، يلا فوق مشينا، امشي نروح الصالون يلا. هذا لا، هذا لا. زين قلت لك انا لانه يقرب شعرك. راحوا الصالون قصوا شعورهم، اوه حلو، وزقرت استشوار وصدريه، كل واحده تقول حق الثاني الله قمره صايره، انت قطوه، كسرنا بعض مو حلو. زين بعد شهر شهرين سارة طال شعرها، الثانية لحم مراد يطول شعرها. ليش؟ مع انها قاصة بنفس اليوم ديل قطوة الكبرى كذي. نقص شنو هذا؟ اقول ولا لا؟ تعال يا ولد الحلال، نقص الكارنتين. لحظة انا سامع عن الكارنتين هذا اللي ياخذونه عشان يضعفون رياضيين. ايه هذا هو. شنو يسوي؟ يزيد حرق بيوت الطاقة، واذا احترقوا بيوت الطاقة الفيتامينات المعادن توصل اكثر واسرع. بالضبط الكارنتين. الكارنتين هو موجود باللحوم وموجود بغذائنا، ولكن اذا انت عندك مشكله دخلي الكارنتين، واذا كنت شوي عندك تفاحيات هني هم راح يساعدك. الكارنتين واضح يا جماعه؟ الكارنتين. بعدها راح تشوفين الشعر الطول وايد، حتى الحرق بجسمك يزيد، بشرتك تتغير. ولكن اليوم موضوعنا عن الشعر، شو اسمه؟ الكارنتين. اوكي، ونسولف عن شيء ثاني. ونكمل موضوعنا عن الشعر. هذه قوية لازم تركزي فيها. بضاري إذا تسمح بسألك سؤال، تفضل يا أختي. بضاري أنا شعري ما في شيء، الله يبارك لك فيه، وحلو وكل شيء، بس عندي مشكلة واحدة. تفضل يقولي. بضاري الشعرة مالتي جافة، يعني كل شيء بس جافة. شفتي لما تسوين استشوار ما تحطين سيرم شلون شعر كذي جاف؟ بالضبط هذا صح؟ إيه هذا. تعال يقول لك نقص الأوميجا 3. ندخل يا جماعة الأوميجا 3. الأوميجا 3 شنو يسوي؟ أنا أقول لكم، أول شيء يشيل الأكسدة
من البصيلات زائد شنو؟ يلمع الشعرة. يعني شنو؟ يعني يرطبها، يعني يخليها طبيعية، أمورها طيبة، حتى راح تلاحظين فروة راسك. زين شنو السبب؟ السبب الأوميجا 6 زايد بجسمك، الزيوت المهدرجة هذه مو صحية فقاعد تأثر على جسمك. ندخل الأوميجا 3، احنا شنو يسوي بالزيوت الأوميجا 6؟ ينزلها، هو يقعد مكانها. واضح الأوميجا 3. ولكن الأوميجا 3 لازم نختاره صح، نجيب علبة الأوميجا 3 نلفها. يعني روحي صيدلية أو طلبي، مو تقولين أبي أوميجا 3 وخلاص، لا، أهم شيء يكون فاتي أسيد من الدهون الثلاثية، كلمة فاتي أسيد أوكي، زائد في كلمتين في DHA EBA، هذول ناخذهم فوق الميتين، فوق الميتين وخمسين عشان نضمنه قوي يكون 100%. واضح واضح. حبة مع الغداء أمورنا طيبة. واليوم اللي تاكلين فيه سمك أو سلمون لا تأخذين الأوميجا 3. أعطيكم شو المواصفات، وأهم شيء فاتي أسيد من الدهون الثلاثية مالوت السمك أو الكائنات البحرية. ساعات شو يسوون؟ يكون مصنع. مصنع شنو؟ أنت بروحك منحاش من الأوميجا 6، فيكون مصنع فيزيد لك المشكلة. فلا تأخذ العلبة اللي فيها أوميجا 3 و9 و6، إحنا نبي 3، الـ 6 أوردي قاعد ناكله بالزيوت الخربوطية، والـ 9 ما نحتاجه، موجود بزيت الزيتون الجسم يصنعه. واضح؟ بعد الشعرة تلمع كذي. في شيء مهم عن الشعر، هذا لا يطفك، كل بنت والله تتمناه. بضاري بسألك سؤال، تفضل يا اختي. انا شعري زين ويطول وكثيف ومو جاف، اموري طيبه، ولكن في مشكله بضاري. ساعات اشوف الهنديات شعرهم يبرق، وخصوصا لما يحوش الشمس. بضاري ابي شعري كذي، انا كذي شعري واقف كذي كاش نفس الهنديات لما يتعاوشون مع بعض. ابي شعري كذي نفس اللي بالافلام، ابي كذي. في واحسن منها بعد، نقص فيتامين اي اي اي، فيتامين اي يا جماعه، فيتامين اي. ولكن شنو مشكله فيتامين اي؟ يعني الحين خلاص تبتسك مقطعي تروح تاخذه؟ لا لا لا، في تفاصيل حبيبي. خل اقول لك، في انواع وايد، في جاما، في الفا، في وايد 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 وايد، في بيتا، في وايد انواع. وبعد شنو؟ في توكو فيرول وتوكو ترينول. هذا بضار الحين شنو اخذ؟ اي واحد عادي، روح اخذ اي واحد، ما راح يسوي شيء. خل اقول لك الاسرار. اول شيء ناخذه الفا، جيد. ثاني شغله ناخذه توكو، مو فيرول، توكو ترينول. هذه الصيغه اللي الجسم بسرعه ياخذها، الباجين يسوون شيء ولكن على الجسم ما ياخذها ويحولها، مطولين، راح نصف على حبه صغيره. ناخذه الفا، توكو ترينول، مو توكو فيرول. انزين انت دورتي بالنت ورحت صيدليات ما حصلتي، اخذي ميكس، اهم شيء يكون فيه توكو فيرول وتوكو ترينول. كذي امور زينه، مو بس حق شعرك، لمعه جلدك راح يصير فيه لمعه. بصراحه انا ما اوقفه، عشان كذي دائما بشرتي فيها لمعه، اموري طيبه. صح اني انا حاط افكت الحين، ولكن بالصدق لا، بشرتي الحمد لله زينه. ليش؟ لانه مقطع. زائد شنو؟ زائد ينظف لنا الشرايين. شفتوا فيديوهات اللي يقولون يحطون كبسوله ويذوب الفلين؟ قصدهم عن أوميجا 3؟ لا، مو أوميجا 3. الميزة هذه موجودة بوين؟ فيتامين إيه يا جماعة، بس ولكن بالمواصفات اللي أنا ذكرت لكم إياها. ما حد راح يقول لكم كذي، قلت لكم شنو المواصفات. وصلنا عند المقطع الأخير عن مشاكل الشعر وكسوارات الشعر. إذا ما شفت الحلقات اللي فاتت تشوفهم، سولفت عن كل شيء بالشعر، اللمعة، التساقط، كل شيء كل شيء، والفراغات. شوفوا بس، ولكن يعني اللي ما شاف هالمقطع وايد طايفة بصراحة. هالميزة اللي حين راح أقولها هذه مهمة جدا. عندنا شغلتين إذا كانوا مو موجودين، شفت هذول كلهم ما راح يسوون شيء. رقم واحد، فيتامين دال لازم يكون موجود. شو يسوي فيتامين دال؟ فيتامين دال لا مستقبل بكل خلية. يعني الحين هذول رايحين قلي 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 قلي، فيتامين دال شلونك؟ شو أخبارك؟ شلون الأهل؟ طيبين إن شاء الله؟ يقعدون معه. وفي واحد يدخلهم، يعني يقول لهم تبطل، يبطل الباب، يقول لهم تفضلوا. الزنك يبطل الباب، ومن اللي يستقبلهم هلا فيتامين دال. هذول اهم اثنين. والمشكله شنو؟ هذول الاثنين يا جماعه دائما صعبين يكونون بالجسم. فيتامين دال نازل عند البشريه هذه كلها، حتى لو مسوي فحص والله فيتامين دال زين، فيتامين دال زين، وانت مكروع كذي صاير اشكره، فيتامين دال موجود بالدم مو داش داخل الخلايا. وسويت فيديوهات شلون تدخل فيتامين دال داخل الخلايا. والزنك صعب، مو موجود عند البشريه كلها، حتى لو ياكلون زنك، الزنك صعب امتصاصه. لازم شنو ناخذ؟ لازم ناخذ خل التفاح العضوي، بس اهم شيء ما يكون عندك تقرحات عشان نضمن الزنك. زنك وفيتامين دال هذول اهم شيء. حتى لو ما تاخذ الاشياء اللي انا ذكرتهم، موجودين بالاكل ولكن بنسب بسيطه، امورك راح تتحسن. ولكن اذا تبي تطور اسرع، اخذ الاشياء اللي انا ذكرتهم، مو تاخذهم كلهم، مو تاخذينهم كلهم. شوفي شوين مشكلتك، وين هي؟ اخذي شهر شهرين وقفي، واخذي من الاطعمه.
اوكي والله يعطيكم العافيه، كان معاكم اخوكم بضاري، مع السلامه، ان شاء الله تصيرون كشه، شعركم يصير حلو.